الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا نعم بالخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل وبالوعي نعبر هذه الأزمة الصعبة. وإحنا مثل كل يوم نحكي عن قضايا مهمة تخص المدينة وأهل المدينة، واليوم مثل كل مرة رح نحكي عن كورونا ونحكي عن أهم المواضيع اللي تخص هذه القضية، ونحكي عن بعض المواضيع اللي توصلنا من مناشدات. وإن شاء الله يعني أنا أشوف يوم عن يوم إن شاء الله رح تعبر هذه الأزمة عالميا نوعا ما، لكن رغم هذا إحنا بعدنا في مرحلة الخطر، علينا أن نتكاتف ونتعاون من أجل مرور هذه الأزمة على خير. مرحبا سفيان. مرحبا أزال، مساء الخير لكل مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مثل ما قلنا احنا كل حلقة احنا إذا كانت عندنا مشكلة ضخمة جدا بنعالجها، مو معناتها ننسى باقي المشاكل اللي موجودة. كثير من المشاكل وصلتنا على الموقع الخاص بأهل المدينة، الناس يرسلون مشاكلهم على الرسائل الخاصة إضافة على البث المباشر، فبالتالي احنا نحاول نجمع بين المشكلة الرئيسية اللي عندنا حاليا اللي هي كورونا، وأيضا تبقى عيننا على باقي مشاكل المجتمع العراقي وما يعانيه، ونحاول نوصل أصواتهم للمسؤولين والجهات المعنية حتى يشتغلون على حلها. مواضيع كثيرة عندنا لهذه الحلقة، لكن بعد الفاصل. محتاجين احنا بهذا الوقت دائما احنا نحكي في بداية حلقتنا علينا ان نتعاون، ما بقى شيء لرمضان، فاتمنى الناس اللي تطلع تتسوق لرمضان انه تتسوق لبعض العوائل اللي محتاجة. احنا نعرف انه لحد الان هناك حظر حتى لو كان جزئي، الناس مو تطلع بشكل كبير، فاصحاب المحلات، اصحاب اللي عندهم تاكسيات، الاجور اليومية، هذول ما عندهم ما يستطيعون انه يمشيهم يومهم، فتعرفون جاي رمضان، فمثل ما اللي عنده ويقدر ومتمكن او راتبه ماشي من الممكن انه يتسوق مثل ما يتسوق الاهله، حتى لو هو يكفي العائله، مثل ما حدث. خلينا نحكيها صراحه، في مصر صارت هذه الحمله بين الفنانين والممثلين والمطربين اللي عندهم امكانيه، كفلوا كل فنان بالقليل 250 عائله او اكثر، حتى 500 وصلوا 150، بس احنا على قدر امكانيتنا من الممكن لو تكفل لك انت عائله عائلتين، هي من الممكن انه تساهم انت في انقاذ عائله. فنتمنى انه يعني اتمنى من الناس انه احنا نخلص هذه الازمه على خير، اللي عنده ويقدر من الممكن انه يساعد اللي ما عنده، حتى نقلل طلعتهم، حتى نقلل، حتى نحس انه حاليا صار ضغط نفسي على الكثير من الناس اللي ما عندهم، وناس تدعو انه تقول لك خلص ارفعوا الحظر واللي يصير يصير، فحتى احنا نكمل هذه الايام على خير. نتمنى من الناس انه تتكافل وتتعاون وتساعد بعضها حتى تمر هذه الازمه على خير. طيب احنا نبديها دائما انه هناك تفاؤل بالشارع العراقي، وهذا لازم نحكي له، انه التفاؤل هو سر من اسرار انه الاعداد لحد الان قليله مقارنه بالدول الاخرى. كل العالم استقبلها بتشاؤم وشلون وما نقدر، رغم انهم متطورين كل المجالات، لكن تشاؤمهم وخوفهم لانه هذا اول مره تصير بهم هذا الاحباط، خلى الاعداد تزداد. احنا عندنا بالعراق دائما متفائلين، دائما نضحك، حتى اخذنا الموضوع كثير من الناس اخذته بنوع من السخريه والاستخفاف، رغم انه هو ايش قد سلبي لكن ايجابيا بالنسبه للمناعه. فلذلك احنا نوعا ما كنا افضل من البلدان الاخرى، رغم الاحتياطات بطيئه، رغم انه حظر التجوال كان غير مطبق في الكثير من المحافظات او في بعض المناطق، لكن انا اشعر انه تفاؤلنا واخذ الامور نوعا ما ببساطه مو بتعقيد كبير هو اللي لحد الان اللي مشينا امورنا. لحد امس كان هناك حالات تعافي كبيره، الحمد لله حاله وفاه واحده فقط وهذا يبشر بخير. بعض المحافظات اللي كانت تسجل اعداد كبيره بدات تنخفض، مثلا النجف، البصره، عدد المتعافين وصل اكثر من 950 حاله، وهذا ايضا يعني يبشر بخير. احنا عندنا تقريبا المتوفين 82، هو عدد كبير لكن مقارنة بوضعنا احنا لحد الان يعني ما، رغم انه هو يعني الله يرحمهم، احنا ما نتمنى انه اي شخص يتوفى بهذا المرض، لكن نوعا ما احنا لحد الان ما نقول مسيطرين، يعني نوعا ما افضل بكثير من الكثير من البلدان، لكن نتمنى انه الناس ما تتهاون من تشوف هذه الاعداد، قال لك يلا خل اطلع، لان من الممكن انه يرجع مره ثانيه المرض ينتشر بشكل كبير. الله يشافي الجميع. ان شاء الله ازمه وتعدي، وارجع واقول اللي بما ان صار الحظر جزئي،
اللي يطلع كماماته وكفوفه ومن يرجع يعقم نفسه. هي مو سفرة حتى كل الناس تطلع، الزيارات قللوها، احنا جاي عندنا في رمضان وهذا الخطر، خاصة بعد الفطور احنا متعودين انه نطلع ونروح صلاة التراويح، نروح الى الجوارين والاهل والاصدقاء، خلينا نحاول هالسنة نقللها قدر الامكان، حتى واللي يروح ايضا يكون تباعد اجتماعي الا للضرورة حتى تعدي هذه الايام على خير، حتى نصوم بشكل طبيعي، وعسى ولعل انه رمضان منتهي بالعيد ومنتهي، احنا نتامل خيرا بالايام الجاية افضل بكثير من الايام اللي راحت. انا اشوف هذا القرار صراحة بيدنا كنا، بيدنا كمجتمع، انا دائما اقول بانه في ازمات يكون المجتمع هو صاحب القرار بهذا الموضوع بعد الله سبحانه وتعالى، انه هو اليوم انت اذا في حال التزمت بهذه التعليمات فمن الطبيعي انه احنا ان شاء الله في العيد نعيد مع اهلنا، نروح لغير مكان، نروح بيت القرايب، نتجمع هاي جمعه العيد وما الى ذلك، بس في حال احنا لحد ما ملتزمين، يعني برمضان في بغداد حاليا اعلنت بانه من 6 الصبح ل 6 العصر او 6 المغرب حينفتح حظر التجول للتسوق وهاي الطلعات الضروريه، لكن في حال اصحاب المحلات او الناس نفسهم اللي يطلعون ما حيلتزمون بهذه الارشادات الصحيه، اكيد حينتشر المرض، اكيد يعني حتزيد عندنا الاعداد من جديد وحنرجع لنفس الدائره والدوامه وحتعطل الحياه من جديد، الناس اللي ما تشتغل حتعاني اكثر، الناس اللي عندها شركات او معامل او مصانع حتعاني اكثر، خسائر الاقتصاد تكون عاليه اضافه للخسائر بالارواح اللي حتحصل في حال ما التزمنا. فهي دعوه لاصحاب المحلات في كل العراق مو بس بغداد. انتم ايضا اليوم مسؤولين امام الله وامام المجتمع ككل انه تحمون كل الناس اللي يدخلوا لكم في انه انتم تنظمون طريقه التسوق، اولا تظلون تعقمون المحل دائما في حال اكو ناس اكو شخص مهمل ما يعقم ايده او ما يعقم الفتشي اللي يشتري، يكون من الجيد بان انت تعقمه قبل ما هو يشتري اصلا. اثنين تخلي مسافات عند الكاشير عند المكان ما دفع الفلوس، تخلي خطوط حمراء انه يابا لازم السره، وهذا الموضوع من أنا إن شاء الله حد رمضان نظل نكرر به حد ما الكل يسمع وإن شاء الله الكل يطبق هذا الموضوع، لأن منظمة الصحة العالمية أكدت بأن هذا من أكثر الطرق فعالية لمحاربة هذا الفيروس. موضوعنا القادم، قبل فترة الحكومة سوت شيء جدا زين اللي هو أعطت أعتقد بعض المحافظات مو كلها أعطت قطع أراضي للأطباء والعسكريين والناس اللي يحاربون هذا الفيروس بشكل عام، لكن الممرضين هذه المرة أزل طالبوا بأنه يا أخوان إحنا أيضا إحنا بالخط الأول، وهذا حقيقة يعني اليوم الممرض موجود ويا الطبيب، يعني الطبيب مو واحد رايح، حتى العمليات لو بدون هذا الممرض المساعد الطبيب وما إلى ذلك مستحيل تكمل العناية بالمريض بدون الممرض وما هؤلاء الكادر الطبي تسمح لي حتى عامل النظافة اللي ما جاي ينذكر لينظف المستشفى، لأنه هذا إذا ما موجود تخيلوا الكارثة اللي حتصير بالمستشفيات اللي عندنا. فبالتالي اليوم المفروض يعني هذه القرارات أو الامتيازات التي تعطى لكادر الطبي يشمل بها الجميع من منظف مثل ما قالت أزل لحد أعلى دكتور ومدير المستشفى نفسه. فبالتالي أرسلوا لنا فيديو يطالبون به الحكومة بإقرار قانون نقابة التمريض، خلينا نشوف الفيديو ونشوف ما شنو قالوا وإن شاء الله رسالتهم توصل للجهات المعنية. رسالة من أرض المعركة، أبطال خط الصد الأول في ردهات العزل وردهات العناية المركزة لوباء كورونا، إلى رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء والسادة المسؤولين، الملاكات التمريضية بلا قانون، تكريما لجهودنا إقرار قانون نقابة التمريض، تكريما لجهودنا إقرار القانون هو هديتكم إن أردتم مكافأتنا. هذا الموضوع صراحة حقهم في حال ان هم يواجهون لا سامح الله لو واحد من عندهم اخذ هذه العدوى ونقل لاهله، فبالتالي هذا موضوع خطير جدا، وصراحة نشوف بانه اليوم من حق هؤلاء الابطال يوم يقاتلون بالصفوف الاولى بانه ياخذون بعض الامتيازات من بلدهم اللي يدافعون عن حال محل الجيش لما يصير عندنا حرب وتوزع لهم قطع اراضي وما الى ذلك من امور الامتيازات اللي قد توزع الى الجيش في وقت الحروب، احنا حاليا في وقت حرب انا اشوفه بانه احنا اليوم بدنا نحارب عدو مجهري لا يمكن رؤيته وهم ما يخافون من شيء ودا يكونوا موجودين، ان شاء الله هذه الرساله توصل للجهات المعنيه والكل تبادر بهذا الموضوع وتقدم لهم المساعده حتى تقدم لهم ما هم يستحقونه اصلا في 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 هذه الازمه اللي بدنا نعيشها. طيب وانا اشوف انه ليش يطلبون؟ احنا في بلد المفروض كل البلدان هي تمنح، يعني ما يصير واحد اكو اشياء حتى تفقد قيمتها من واحد يطلبها، هاي الامور المفروض احنا من البدايه حكينا يعني كشعب قلنا الكوادر الطبية التي تعمل في ظل هاي الظروف الصعبة اللي هي ما عندهم أصلا أبسط المستلزمات، لا المستشفى لا المكان صح ولا الأدوات صح، فهم الله يساعدهم. المفروض أنه من البداية تصدر قرارات
انه للكوادر الطبيه والتمريضيه وحتى الخدميه التي تعمل في المستشفى لهم استثناء رواتب اضافيه وبدلات خطوره، لان هذول جاي يواجهون الموت، هم بالصد الاول في ظل هاي الظروف الصعبه. الملابس، الكفوف، تدرون هم اول ايام ما حدا انطاهم ظلوا يطالبون، واكو ناس هي ساهمت جمعت بياناتها وحتى تشتري لها، واكو ناس ساهمت، اكو رجال اعمال مثلا او اللي عنده راح هو اشترى لهم من بعض البلدان. يعني احنا دائما اجراءاتنا متاخره ومتعثره في حين المفروض الدوله تقوم بواجبها. احنا نتمنى ان توصل رسالتهم وفعلا يتم منحهم، حتى انا شفت الناس المجتمع بعض فئات المجتمع من قالوا راح نعطي قطع اراضي للاطباء، اكو ناس زعلت، واحنا زين انتم قاعد تشوفون الاطباء جاي يشتغلون شغل استثنائي، المفروض انه احنا نقول يستاهلون ويستاهلون انه واحد يبنيها لهم ويهديها لهم، هم والكوادر التمريضيه والخدميه، كل من يعمل حتى رجال الامن اللي يعملون داخل المستشفى المفروض انه هم لهم استثناء، لانه هذا وضع خطير في الغايه. يعني احنا جاي هم ما مجبورين، صح هي خدمه انسانيه، لكن هو ما مجبور في ظل هاي الظروف يقول يابا وفروا لي المستلزمات وانا اشتغل، ما توفروا لي لا انا راجع للبيت، وهذا حق. بس للاسف احنا عندنا لا المجتمع رحم ولا الدوله عرفت تنظم هذه الوضعيه، فالناس ظلت تطالب. انا انقهر عليهم انه هسه حاليا هم انا متاكده هذا استقطاع من وقت المريض ومن وقتهم ومن جهدهم، ويطلع والله يطالب حتى يوصلها للاعلام والاعلام يوصلها للجهات المعنيه، والله يطالبون باشياء بسيطه اللي هي المفروض من زمان هو قانون موجود، واذا ما موجود انا اطلع قانون جديد في سبيل انه انا انصفهم لهذه الفئه التي تعمل ليل ونهار من اجل انقاذنا. احنا هسه معتمدين على الله وعليهم طبعًا. هم ينقذون البلد وهم ما مقصرين لحد الان، الكوادر التمريضيه والكوادر الطبيه وايضا رجال الامن. ولا تنسون ايضا احنا بالصف الثالث الاعلام اللي جاي يحاول ايضا، يمكن غير قنوات اكتفت انه تطلع برامج، حتى جاي يشوف انه برامج ليست بالمستوى المطلوب في سبيل انه تمشية الوقت، في حين بعض القنوات بعض البرامج ظلت مستمره بالمجازفه يمكن بكوادرها في سبيل ايصال الحقيقه للناس وايصال الخبر والمعلومه، لانه احنا شفنا انه اخبار الواتساب، اخبار مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الصفحات اللي نوعا ما الناس عندها ثقه، والله تتنزل اشياء اشرب كذا واكل كذا وصار كذا ومات فلان، وخلوا الناس يدخلون في باشاعات موجودة. وخوف، حتى موضوع الحظر انشال وضع، خلوا الناس يدخلون في دوامه جديده. طيب نروح احنا الى سامره، في سامره هناك مبادره حلوه من مجموعه قاموا بالرسم على الجدران، وهذا مهمه ونعتقد مو بس صارت في العراق، حتى دول العالم استخدمت هذه الطريقه حتى اللي يطلع بالشارع، لانه احنا صار لنا يعني ايام طويله نعيش مع موضوع كورونا، ومن الممكن انه مستقبلا مو هو يستمر وانما الامراض من الممكن ان تكون بعد يعني فد شيء طبيعي او الاوبئه تصير فد شيء طبيعي. فلذلك استخدام الجدران بطريقه او شوارع المدينه بطريقه صحيحه ومرتبه لنشر التوعيه لها باس بها، مو مثل ما نشوف احنا بعض خلينا نقول الشخابيط اللي تصير على الشارع. في سامره هناك مجموعه قامت بالرسم على الجدران والشوارع من اجل نشر التوعيه عن هذا المرض والحد من انتشاره، وهي مبادره رائعه جدا حتى نوصل الفكرة. هي بأي طريقة أنت توصل فكرة أنا أعتقد وشغلة إيجابية، هذا أعتقد أنه دور المجتمع ودور الحكومات ودور منظمات المجتمع المدني. نروح إلى سامرة، وأنا أتمنى أنه إحنا نستغل مثل هكذا أمور للتوعية عن هواي أشياء، النظافة، الأخلاق، يعني مو بهاي أكو ناس تستخدمها بطريقة حتى مستفزة، لا بطريقة حلوة محببة حتى الطفل يفهمها، الرجل الكبير، الرجل البسيط يفهمها أو الإنسان البسيط يفهمها، حتى نوصل رسالة معينة تستطيع أن توصل أو تسوي أفكار بسيطة من الممكن تفيد المجتمع أو حتى تجمل شوارع المدينة. انتابع. احنا رسمنا يعني رسمات توعويه انه نبين للناس انه انت لازم تقعد بالبيت، لازم تنتبه انه هذا المرض خطير، مو فد شيء سهل على المود يعني تتهاون به. فرسمنا عده رسمات ننبه بها شلون انه لازم تغسل ايدك وشلون تهتم، وبنفس الوقت نزلنا صوره رساله شكر للكادر الصحي. تكاليف العمل والله هي بسيطه، واحنا يعني شلون تقول عندنا اصدقاء ساعدونا بها، وعندنا يعني شلون تقول داعمين من اصدقائنا هم اللي وفروا لنا الاصباغ. باشرت الشرطه المجتمعيه في مدينه سامراء
بمرافقة فريق إشراقة أمل بعد ما يجونا إلى الدائرة ووصلونا فكرة بأنه فكرة توعوية رسومات على جدران المهمة في مدينة سامراء وذلك لتوعية الناس على فيروس كورونا، وبعد ذلك رافقناهم والحمد لله والشكر هاي الفكرة نالت إعجاب أكثر الناس وتوعية الناس، وبما أنه كإحنا شرطة مجتمعية واجبنا إنساني وتوعوي الحمد لله والشكر إلى أن تم نجاحهم ومرافقتهم ووصلت هاي الفكرة. والله حقيقة أنه قمنا ببرنامج توعية خاص عن طريق الرسومات لتوضيح للمجتمع والإنسانية ما مدى خطورة هذا المرض ومدى أضراره على الإنسان، فقمنا ببعض الرسومات التي هي توضح بصورة عامة الطرق التي ينتقل بها المرض عن طريق الجهاز التنفسي. فلذلك وضعنا بعض الأمور في الرسومات وهي أنه ارتداء الكمامة وعدم المخالطة، كثير أمور من البرامج التي نشرتها وزارة الصحة في الوقاية من هذا المرض. اليوم دا نلاحظ الشباب وخاصة في هذا الوقت دا يحولون الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية، دا ينطون في الصورة أول شيء يغيرون ملامح المدينة نحوها جمال خلال الألوان والرسوم من خلال الفرشات اللي دا نلاحظ الشباب اللي دا يمارسوها. اثنين دا ننقل صورة توعوية خاصة أنه في ظرف استثنائي وخاصة في ظرف كورونا كوفيد 19 أنه يحتاج المواطن أنه توعية، وخاصة بعد الاستهانة اللي دا نلاحظها وانتشارها في دول متقدمة إمكانياتها هائلة ومع هذا فقدوا السيطرة. إحنا حاليا في طور أنه نحاول قدر المستطاع ننشر الثقافة معلوماتية في سبيل حد من انتشاره، بالسؤال نسوي خطوة استباقية للحوادث. بالتأكيد إحنا كمجموعة من الشباب أغلبنا موظفين، قمنا بيعني جمع بيناتنا، سوينا مبلغ من المال واشترينا أصباغ في سبيل إنه نرسم هاي الرسوم التوعوية على الجدران كي نوصل رسالة للعالم إنه مخاطر الفيروس كورونا والوقاية من عنده. الفن هو عبارة عن رسالة سلام لجميع الأوطان، من خلال رسالتنا هذه هي رسومات توعوية لكافة فئات المجتمع. طيب مثل ما شاهدنا انه احنا رسومات وخليك بالبيت والهاشتاج، ويعني هي كلها تشجيع مبادرة حلوة، لانه احنا جاي نشوف انه كل واحد قاعد يبادر من خلال يعني الاعلام، من خلال المنبر مالته، الناس اللي على مواقع التواصل الاجتماعي ايضا، حتى الناس العادية بدأت تشجع بعضها لانه شافت بالبداية كان هناك استهتار بالموضوع، ولحد الان هناك يعني للاسف عندنا كثير من المجتمع اللي هو عم على الكثير وهو سبب انتشاره. يعني احنا اجت لنا الحالات لكن انتشرت بسبب بعض افراد المجتمع اللي جاي تنظر للموضوع بنوع من السخريه. فنشكرهم، اي مبادره الكل مسؤول حاليا، الكل مو بس حكومه، يعني اكو اشياء نقول هاي مسؤوليه حكومه، واكو اشياء نقول هاي مسؤوليه مجتمع، هاي المسؤوليه مسؤوليه الجميع كبار وصغار. حتى الصغار اذا جاي يشوفون على مواقع التواصل الاجتماعي اهل بعضهم يصورون لاطفالهم، هي تقول ابتعد لا تسلم علي، لا ماكو داعي، لان اكو كورونا، اكو تشعر انه من واحد يشوف من الممكن انه يشوف طفل يفهم انت تستح على نفسك. فنتمنى انه الناس تكون على قدر كبير من الوعي، جاي رمضان خلينا نعديه بقدر الامكان، هذا العدد الكبير اللي صار عندنا يصير صفر. ايش قد حلو لو احنا نقول انه ما عندنا خلص ونقدر نطلع ونجي بشروط انه يكون تغلق الحدود الخارجيه بس الحدود المحليه. احنا هسه حاليا كنا نحكي قبل شوي انه احنا انحرمنا حتى من زيارات، عارفون كثير من الناس يشتغل في غير محافظات، هسه انحرمنا. لو احنا مخلصينها وملتزمين بالحظر لمده اسبوعين حقيقيه 100%، كان هسه احنا منتهين ومفتوح الحدود الداخليه وقدرنا نتنقل نغير، حتى اللي يريد يغير جو منه ممكن يروح الى غير محافظه ويغير جو. حاليا احنا اضطرينا انه ننحبس كل واحد في مكانه بسبب بعض حتى القله اللي استهترت بالموضوع واستخفت بالقضيه. عسى ولعل احنا نقول انه الناس تتعلم، هي تجربه، وتلتزم اكثر وحتى نخلص رمضان على خير ونعيد على الاقل نعيد بشكل طبيعي حالنا حال
والعالم هم ايضا يحتفل ويانا ونخلص ان شاء الله من هذه الازمه. امين، نرجع لحياتنا الطبيعيه. جميل بهذا التقرير ازل بانه انت شبابي بفتره اعتقد ملاحظتها وياي بانه اليوم بدا يتوظف الفن بطريقه صحيحه، واخيرا يعني احنا بدينا نستعين بالفن بكثير من الاشياء منها التوعيه. صح. حتى بايام الثوره كانوا يستخدمون الفن دائما برساله، رساله توجيه عليه، انه بيستخدمون يرسمون شيء، يغنون، يعزفون. هذا توظيف الفن بهذه الطريقه نقطه بحد ذاتها ايجابيه، واخيرا رجعنا اليها يعني بعد ما كنا نستخدم طرق ثانيه. هم زين الفن بدا يبين نفسه ولو حتى لو كانت محاولات بسيطه، بس هي لما تتشجع اللي صاحب المحاوله البسيطه حتكبر هذه المحاوله وهذه الموهبه وحتصير عندنا فنان كبير في العراق. قبل فتره سمعتوا بهذه الاخبار اللي صارت بانه احنا دائما نقول سوء تخطيط اللي صار في الجهات المعنيه، صار حمله توظيف وكانه هو انه انت توظف كل العراقيين في الدوائر الحكوميه وهذا حل لازمه البطاله في العراق. لكن كنا نعرف في باطننا بانه لا، هذا مو حل، بانه انت لما كل العراقيين يتعينون بالوظيفه الحكوميه مستحيل اكو دوله تقدر تصرف على كل الشعب كرواتب دوله، تكون كلهم موظفين حكوميين، شو تسوي بهم؟ فهذا التخبط في اتخاذ القرارات اضافه لعدم وجود تخطيط واضح لكميه الموظفين اللي احنا نحتاجهم وكميه الخريجين اللي احنا نحتاجهم من كذا قسم، ولدنا كثير من المشاكل، ومن ضمن هاي المشاكل اللي وصلتنا هي اللي هي من واسط. صندوق دعم واسط، الموظفين توظفوا على اساس هذا الصندوق. حاليا دا يعانون، يقول لك ما عندنا رواتب، وهذا الشيء احنا هسه دا نشوفه، هسه بدايته، بس تذكرونا بعد كم شهر في حال استمرت هذه الازمه سنرى كثير من الموظفين دا يعانون من انقطاع الرواتب بسبب انخفاض اسعار النفط، وميزانيه العراق تبدي تقل، تقول لك انا بعد ما عندي منين اجيب، منين اعطي للناس رواتبهم، بسبب انه هذا التوظيف العشوائي اللي دا يصير عندنا مع كل الاسف. وجماعة واسط هم هسه حاليا هم اللي دا يعانون بسبب انقطاع الرواتب عنهم، ما دا يستلمون رواتبهم. صح. ونرجع لنفس دائرة المشاكل اللي يولدها غياب الراتب. انا شلون اعيش؟ شلون ادفع الايجار؟ شلون ادفع المولده؟ شلون ادفع الكهرباء، المي، الاكل، الشرب، الاولاد، كثير من الطلاب بالجامعات الحكوميه عفوا الاهليه او حتى طلابهم بالمدارس الاهليه لازم يدفعون لها اقساط. يعني هاي الدوامه ما تخلص من المشاكل في حال انقطاع الراتب. هذه مشاكل، بس في حد ذاتها انه انت تشتغل بدون ما تاخذ راتب، هذا الظلم لا يمكن لاي بني ادم يتحمله. على العموم انا حوفد جو لهؤلاء حتى يحشون عن مشكلتهم ويوصلوها للجهات المعنيه، عسى ولعل تستجيب وتسمع لهم وتنفذ لهم طلباتهم. اليوم خرج موظفي صندوق دعم واسط بتظاهرات للمطالبه برواتبهم بالتحويل على مجلس على قرار مجلس الوزراء 315. تقريبا اكثر من 850 موظف، صارنا اكثر من 4 أشهر ما قابضين راتب، واليوم تحدوا يعني رغم انه خطوره المرض هذا الموجود الوباء والوضع هذا حظر التجول، لكن تحدوا هذا وطلعوا كسروا حظر التجول للمطالبه بقوت عوائلهم. يعني تخيل انت 850 موظف، 850 عائله، لحد الان ما عندهم اي رواتب لمده اكثر من 4 أشهر، فمين يصرفون دول؟ احنا موظفين عقود صندوق دعم واسط، البالغ عددنا 852 عقد. نسينا نستلم رواتبنا قبل التظاهره من المنفذ الحدودي، المنفذ الحدودي تعرف تظاهره صار وانقطع، بعد ما نعرف سيطرت على عصابات، سيطرت عليه غير شيء، ما نعرف احنا، انقطع راتبنا. اجى كتاب بينا من رئاسة الوزراء، طلعنا ظاهرنا واجى كتاب رسمي من رئاسة الوزراء يقول ينص انه تكييف اوضاعنا على قرار 315 المعدل 337 لسنه 2019 وصرف رواتبنا كافه، مع الاستمرار بصرف رواتبنا كافه من الموارد الذاتيه للمحافظه. احنا هنا ناشد السيد المحافظ، نقول يا سيد المحافظ التسويف وين؟ المماطله وين؟ ليش هيك احنا قاعد نتاخر؟ طيب هاي المشاكل اللي تصير لما احنا كنا دائما نقول بانه يا اخوان، لما انا اتعجب والله صراحه الجهات المعنيه اليوم لما انا اضع خطه عمل، اذا ما ضوع منها 5 سنين شنو حيصير ويانا؟ او مثلا اشوف هذه الازمه مثلا حتنتهي، حيصير بيهم؟ انا اقدر انطيهم رواتب؟ هل انا اقدر استفاد من عندهم بهالاعداد الضخمه في هذه الدائره لو لا؟ هذا موضوع من انه احنا بس نعين وخلص، بس عمود نسكت فئه من الناس وخلص، بس خلي نعبر هذه الازمه، والله ما حتنفع، والله ما حنتجاوز هاي الازمه بعد 100 سنه لو استمرينا بهذه السياسه، سياسه اللا تخطيط في الدوله. يعني احنا لما نفكر بانه عندنا ازمه سكن، احنا ما من نوزع الجيعان اللي ماخذيها مال المزارع وما الى ذلك، لا نبني مجمعات سكنيه. لما عندنا ازمه عمل، احنا مو نوظف الكل بالدوائر الحكوميه وتصير عندنا ازمه بالميزانيه، لا، نجيب شركات تشتغل عندنا حتى تعينهم، نسوي قوانين تشجع على العمل بالمؤسسات الخاصه،
وما كوما كثيرة هي القوانين، يعني لا واحدة ولا اثنين اللي تساعد على أنه نتجاوز كل أزماتنا بتخطيط واضح وصريح ومبين، يعني حتى ما نوقع بهاي المشاكل. أزل يمكن هاي أنت ويانا أكثر من مرة نشوف مشاكل ينادون بها الموظفين، يابا احنا تعيننا بس ما عندنا راتب. قبل فترة أيضا كان صلاح الدين لحد الآن رواتبهم اللي على الصحة لحد الآن ما مستلمين، ولحد البارحة كانوا يناجدون يقولون جاي رمضان ولا أبو الإيجار جاي يتحملنا، وهذا حقهم صار لهم أكثر من أربعة شهور. زين هسه تقولوا أسا رمضان وأنتم حضرت جوال والأسواق والأسعار ارتفعت يعني شيء، يعني انطوا حل بديل. زين هم تعينوا، مستحيل انه الواحد المتعين خاصه اللي صار له سنين، هاي سنوات خبره وسنوات لازم يعني ضمن عمله يروح يتركها ويدور هو اصلا لو اكو شغل ثاني هم يترك هذا العمل ويروح يدور شغل ثاني. فانتوا جاي تحصروهم، يعني مثل حتى نرجع على صحه صلاح الدين يعني باعتبار لحد الان والله لحد الان يناشدونه يقولون اذا تركوا العمل يعتبرون مفصولين وتروح هاي كل سنين الخدمه، فهم مضطرين يستمرون بالعمل حتى يسجلونها ايام انهم جاي يشتغلون وقاعد يقدمون خدمه وبالصحه وبلاش صار لهم اربع شهور، وهم ما لهم علاقه. يعني اذا هي صارت ملف فساد، ملف عيني واغاتي، هذا هم ما لهم علاقه. انا اجالي تعيين بعد ما اروح اسال هذا والله التعيين شلون اجى وشلون صار، انا وصل لي تعيين وخبروني وتعال تعينت قدمت على هذا الشيء، بعد ما اروح اسال انا عن ما هو مو زواج حتى اروح اسال عن اصله فصله، يابا هذا شغل وبصحه صلاح الدين او في واسط واروح اتعين واشتغل وقاعد اقدم خدمه لنفسي وللمجتمع وللوطن، وبعدين يجي والله يطلع والله ملفات فساد. هاي القضيه ما لهم علاقه الموظفين. فانا اشوف المفروض انه كل البلدان هسه حاليا تعمل على اعطاء يمكن رواتب، يعني خاصه الناس المسلمه اللي عندهم رمضان تنطي مكافآت، تنطي راتب اضافي، تنطي هديه لانه رمضان. بس انه انا ما انطي راتب وانا طالبه بانه يلتزم بالقوانين وبالحظر وانا طالبه انه يشتغل ويمكن اكثر من طاقته وبهالحر وبهالوضع الخطر، يعني هذا يحتاج لها وقفة. معناتها احنا جايين نأذي الناس، ولا هم قادرين يشتغلون بالأهلي لأن أصلا ماكو أهلي وما بضمان، ولا هم قادر وما أهم ماكو قوانين تنصف. هو هي 6 سنين مثل ما قلتي خبرة، يعني هو لو مش خبرة بالضبط جمع غير خبرة مثلا يقدر يشتغل بها غير مجال، بس هسه بعد هو بعد ما يقدر خلص هو انحصر في هاي الوظيفة وبس ومنتظر، يقول لك حرام تروح علي أنا سنين الخبرة. فاحنا نتمنى من واسط طالما انتم سويتوها مثل ما قال سفيان، اكو واحد يحط خطه انا هاي استمر بها المن 10 سنوات 6 سنوات ورا 6 سنوات لازم اشوف خطه بديله طول العمر. زين احنا ضالين باقي نفتح كليات اهليه وحكوميه ونكثر عدد الخريجين وما جاي نعينهم، بنفس الوقت نجيب ايادي عامله من برا وننطيهم، يعني تحسون انه الدوله ما عندها تنظيم. وهذا نفس الحكي راح يشمل الموضوع اللي راح نحكي بيه وراء، من اول خريجي معهد النفط اللي يتعين تعيين اللي يتخرج تعيين مركزي، خلص السنتين يطلعون من 10 الاوائل كملون كليه ولهم امتيازات معينه، واللي البقيه اللي يتم تخريجهم يتم تعيينهم مركزي محالهم حال الصحه ايضا عندهم تعيين مركزي. اللي صار انه بهالسنتين هاي لا العام طلعوا تظاهرات، اول عام احنا نقلنا ايضا الكثير من التظاهرات، اللي صار انه ب 2000 تقريبا يمكن العام انطوهم استثناء وقالوا لهم من رجعوا للتعيينات بشكل مركزي دون الرجوع حتى للموازنه، يعني كل سنه الموازنه تقول انا هل قد اقدر انطي فهل قد تقدر توظفني، لكن التعيين المركزي ما له علاقه. العام صدر هذا القرار لحد الان لم يتم تطبيقه من وزاره النفط. فالطلاب يسالون اللي تخرجوا شنو الموضوع؟ اكو قانون، يعني هسه احنا كنا قبل نطلع تظاهرات ونطالب باعاده القانون، هسه القانون رجع وزارة النفط ليش متلكئة؟ هل الموضوع من وزارة المالية؟ لا، لأن هم قالوا ما ترجعوا للموازنة. هل المشكلة بينا؟ زين احنا دخلنا معهد، إذا ما تردون نخوة كان عزلتوا معهد النفط. فأكو كتب وأكو مقطع فيديو، احنا وصل للجهات المعنية. أنا أعتقد احنا محتاجيهم، يعني هاي لازم ناس تطلع تقاعد وناس تعين. إذا ما محتاجيهم ليش تقبلون هذا العدد بمعاهد النفط ويتم تخريجهم سنويا بهذا العدد الهائل ويبقون هم محتارين؟ أو أوزعهم، يعني لازم أسوي حل، يعني أنتم قايلين لهم هناك تعيين مركزي، هم عددهم تقريبا 1400 وكسور يمكن 1447، أنا أشوف أنه حلوا مشكلتهم، ليش باقين بعض المشاكل اللي بيها أشياء بسيطة أو عدد قليل باقية متعلقات على الدولة؟ أكملها وأخلص واسوي خطه بديله للسنه الجايه، انه انا اذا ما اريد هذا العدد يا اما هذا المعهد اخلي به اعداد قليله واللي يتخرج يتعين وها هي، او انه اسوي خطه بديله يتعينون على غير اماكن، نشوف احنا معاناتهم، نشوف مناشدتهم وعسى ولعل توصل للجهات المعنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنيابه عن خريجين معاهد النفطيه الاربعه دفعه 2018-2019 قدم هذه المناشده للسؤال عن مصير الامر الوزاري المطلوب من وزاره النفط اصداره. طبعا بالبدايه كانت كل التعيينات لوزاره النفط خصوص خريجين معاهد النفطيه مرتبطه بالموازنه. تعرفون اللي صار خلال هذه الاشهر السابقه من ظروف المظاهرات وغيرها، تاخرت الموازنه بحيث كان لازم من رئاسه الوزراء او وزاره النفط، بالاصل لازم وزاره النفط تطالب هذا الشيء، ورود كتاب استثناء او شيء ثاني لحين صدور الموازنه ويمشونها. فصدر قرار من مجلس الوزراء بيوم 5/11/2019، هذا القرار منح للوزير صلاحية تعيين خريجين معاهد النفطية دون الرجوع للموازنة ودون الالتزام بضوابط الموازنة الاتحادية. هذا الاستثناء صار بي، الاستثناء هذا شهريا ما نعمل به من الوزارة وممكن يعني من الشركات الموجودة يعني اللي تخصص الامور الماليه ما نعرف. فوالله نسال ونراجع ونطالب ونناشد، ما حصلنا اي استجابه. طبعا حاليا جاي نشاهد احنا مجموعه من الكتب اللي بيها تعيين مركزي، وانا ما اعتقد انه محتاجين حتى الى كتب، هو قانون من زمان موجود اللي تخرج من معاهد الصحه والنفط يتم تعيينه تعيين مركزي لانه الدوله محتاجته. وانا اتصور يعني ما لازم نطلع تظاهرات، لازم نناشد، لازم كتابنا وكتابكم، هو قانون وصدر. يعني انا ما اعرف هاي الدوله ليش اذا يعني احنا هسه لحد الان كتاب خلص يصير بعد ملزم، ليش احنا لازم هذا الكتاب الملزم هم ما طلبيه وهم لازم نحتاج كتابنا وكتابكم؟ خطي والطلاب هسه حاليا او المتخرجين حقيقه هم طلاب حاليا هم في حيره من امرهم. قانون وصدر وموجود والحق لهم، هاي لو بغير دوله بس يرفعون قضيه هم يكسبوها 100%. عسى ولعل توصل الجهات المعنيه، وانا اعتقد انه خلصوا من ال 1400 وكسور هالسنه، والسنه الجايه او حطوا من هسه قانون انه السنه الجايه اما المعاهد تقبل اعداد محدده وكلها تتعين بدل ما تكون فضفاضه، او انه نضع خطه بديله لتعيينهم في اماكن اخرى، في شركات اخرى، في دوائر اخرى، حتى احنا نخلصهم من هذه البطاله. طيب احنا مثل ما بديتيها قلتي بانه هو سوء تنظيم، نرجع ونقول هو بسبب سوء غياب التخطيط حتى صح. في كيفيه اعطاء العقود مال النفط حتى ذني اشار مثلا اني افرض على الشركه خلص عين 60-70% عراقيين صح. تنحل ازمتنا، احنا بلد نفطي، يعني هؤلاء المفروض بالعكس احنا نزيد معاهد النفط ونزيد كليات هندسه النفط حتى نقدر نوفي الطلب على انه هذول المهندسين أكيد. وهؤلاء الناس اللي يستخرجون النفط واللي احنا البلد قائم اساسا على هذا المادة. موضوعنا القادم هو أهالي حي المعلمين بالدورة، هؤلاء الناس وإن شاء الله رمضان جاي والحرب بدأ يبين، يقولون صار لهم أكثر من شهر ما عندهم كهرباء. نرجع لدائرة أنا انصدمت من، واعذروني أن نرجع لهذه الدائرة مرة ثانية بأنه كهرباء انطفت فلان منطقة، ما مدى يوصل لفلان منطقة. يعني في هاي الأزمات كأنه إحنا شنو دا تتراكم عندنا، يعني مثلا ماكو أزمة تنحل وننتقل لأزمة ثانية نحلها، لا احنا ننتقل لازمه ثانيه والازمه اللي قبلها بعدها موجوده اللي هي الكهرباء. لحد الان كثير من المناطق اليوم يا احترقت المولده يا انقطعت الوايرات يا ما توصلهم كهرباء زينه، يعني هاي دوامه 17 سنه صار لنا احنا نفتر بيها. قالت الكهرباء طفت، حكت الكهرباء ما عندنا، ابو المولده الفلوس ما تكفي، جتي 4 ساعات، حنصدر ما حنصدر، يعني ما ادري الى متى حيظل هذا الموضوع يتردد ببالنا. لكن الموضوع الاساسي هنا خلي عمود منغب من اهل هذه المنطقه اللي راسلونا واللي يناشدونا، يا اخوان جماعه الكهرباء ان شاء الله تسمعون مناشدتنا ومناشدتهم وتروحون تعالجون الخلل اللي عندهم، لانه رمضان جاي يعني واحد يخلي الله بين عينه، مثلا انا ما يروح يدخل رمضان بلاي كهرباء عنده وطنيه ويعيش على المولد وكل هذه الماساه اللي احنا كنا نعيشها بها العراق. فبالتالي يا ريت توصل الشكوى ويا ريت تحلون الموضوع باسرع وقت ممكن، تكونوا مشكورون على جهودكم.
يعني من بداية الحظر وما عندهم كهرباء يعني صعبة. المفروض أصلاً الكهرباء الوطني المفروض كهرباء الوطني تكون على مدى ساعات، الدنيا حارة، حتى نشجعهم أن يكونوا شلون أخليه بالبيت وهو ما عنده كهرباء وطني، وأكيد أبو المولدة ما يقدر يجيبها إذا كان هذا الشارع ما بي. حتى إحنا نكون وصلها بشكل دقيق المعلومة إلى دائرة الكهرباء في الدورة، هم محل 824 زقاق 33. أتمنى من دائرة الكهرباء اليوم تلبي الموضوع، جاي رمضان وتعرفون موضوع السحور والفطور والدنيا حارة، يعني نتراحم بيناتنا. دائرة الكهرباء هي تشتغل دائرة خدمية، يروحون يشوفون هذه المحولة العطلانة، وأتمنى من غير فلوس، يعني لأنه إحنا توصل لنا يقولون تجي دائرة الكهرباء يلا جمعوا بيناتكم ونشتري لكم محولة. هاي القضية يعني نتمنى هم تجتازوها، صلحون المحولة إذا كانت تحتاج إلى تصليح، وإذا كانت تلفانة بسبب أيضا الزخم عليها نجيب لها واحدة. أعتقد إحنا عندنا محولات كثر، ويتم يعني تصليحها وإنقاذ إحنا يا ريت من حي المعلمين يتواصلون ويانا باكر، يدزون رسالة إذا صار شيء جديد، وإذا ما صار حتى نرجع مرة ثانية لموضوع الكهرباء كلش مهم. أعيد، محل 824 زقاق 33 حي المعلمين في الدورة، دائرة الكهرباء أتمنى ترحين بأسرع وقت وتعالجين القضية. ترى من بداية الحظر يعني تقريبا صار شهر وهم على هذا المنوال بدون كهرباء وطني. إن شاء الله بالأيام الجاية نحاول نستمرها بالوعي، وأنا أتمنى من الناس أن نظل بالبيت، خليك بالبيت على أن نتعاون. إذا جيرانك تعرف بي صاحب أجر يومي، صاحب تاكسي وهالأيام ما يشتغل، لا بأس أنه نقسم الخبز بيناتنا. وأنا جاي أشوف إحنا ضربنا مثل رائع، لكن لازم نستمر. أرجع وأقول جاي رمضان صح رح يرفع الحظر بشكل جزئي، لكن هذول كلهم رح يبقون باقين في منازلهم. نتعاون إن شاء الله وتخلص هذه الأزمة على خير، وتصير سوالف وذكريات، ونقول إنه إحنا قدرنا نجتاز هذه الأزمة لأنه إحنا أهلا لها. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام، وإن شاء الله دائما نلتقي على الخير والصحة والعافية، بس هي اللي تزور منازلكم في أمان الله. خلينا نلتزم حتى نعيد ويا اهلنا واصدقائنا واحبابنا، ومنضل بهاي موضوع الحجر ومنع التجول. تحياتي وتحيات الكادر، الى اللقاء.